الدوحة عاصمة النشاط الاقتصادي والنهضة العمرانية لدولة قطر. الدوحة مظلة أمال لمليونين نسمة تقريباً، كلهم في الحفظ والصون بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل جهود رجال من نوع خاص. رجال يفزعون الكل محتاج، عيون ساهرة على أمن وأمان هذه الأرض الطيبة. رجال وقت الرخاء عزوة وفي الشدة أبطال، إنهم هل الفزعة. في هالحلقة بيت مهجور ومطاردة الخارجين عن القانون ما تتوقف، حادث دراجة نارية والفزعة تقدم المساعدة، ما يدل خلكم بعيدة شباب، ترك الأطفال بالمراقبة له عواقبه، أخطار حول حريق يلتهم شاحنة، دوريات الفزعة تتواجد على مدار 24 ساعة في شوارع الدوحة كجزء من عملها اليومي. تواجدهم الدائم يقطعون آلاف الكيلومترات، وهالشيء بلا شك يحتاج إلى سيارات ذات كفاءة عالية تتحمل ضغط غير اعتيادي. والآن في سنة 2013 سيارات جديدة انضمت إلى أسطول سيارات الفزعة، إنها سيارة نيسان باترول، محرك 8 سلندر يزود دوريات الفزع بقوة إضافية على الطرقات. وهالسيارة بتصميمها الحديث تخليهم قادرين على أنهم ينطلقون بسرعة في كل الظروف وفي أكثر الطرقات صعوبة. في الدوريات الجديدة أفضل وأحدث التكنولوجيا المتطورة، إضافة إلى أجهزة تعقب بالأقمار الصناعية، واللي نسعى أنها تكون تقدم إضافة كبيرة لمستخدمي الطريق وذلك بتميزها، كذلك لحداثة المركبات، تجهيز المركبة حيث أن الأدوات الموجودة في المركبة تساعد على تسهيل عملية الدوريات في الطرق الخارجية. شعارهم الأفضل والأحدث دائماً في سبيل إنجاح مهمة حفظ الأمن والأمان. الوكيل حسن والعريف ناصر من أول الأفراد اللي استلموا الدورية الجديدة. أثناء تجولهم في إحدى المناطق السكنية لاحظوا شخص يحاول يتفاداهم. حالياً أنا واقف في زاوية، المسؤول بكم الأمام وأنا مغطي من الأمام ومن الخلف أيضاً، كاشف المكان والأشخاص ما يقدرون يشقحون. الدخول للمنزل يجب أن يتم عن طريق غرفة العمليات اللي بدورها اتصلت بالمالك علشان تحصل على إذن الدخول. بينما حسن ينتظر إذن الدخول، شخص يفتح الباب. يدعون أن هذا المنزل خالي من السكان. في 3 نفر. لا 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 لا، أنت شوف ما في مشكلة، أنا كفيل في هذه بيت. في عاملين يقولون أن البيت الكفيل هو. 6-5 علم حسن، ما في ما في ما استلمت. والآن وصل إذن الدخول من صاحب المنزل. ناصر ينطلق في أثر مشتبه به، ولا شيء يمكن أن يوقفه.
الكفيل يقول فتش اذا حصلت عمال شلهم وشيل هذا بعد. ها ناصر، 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 وقعدك انزل. المشتبه به اصبح في قبضة ناصر ومعه رجل اخر. واحد. وبعد تفتيش سريع تبين ليش حاولوا الهرب. سلام. حيازة ممنوعات. بابا شنو هذا؟ جد خلاص خلاص بنروح بننزل بننزل. اوكي تعال 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 يلا يلا. مالك المنزل وصل ويؤكد انه ما يعرف المشتبه فيهم. وهذول الاثنين ما يدري عنهم، وتأكدنا يمكن احتمال هذا الاثنين بيكونون سارقين أو عليهم بلاغات هروب. حاليا متأكد وعندهم مواد مخدرة موجودة وياهم. حيازة الممنوعات خطير جدا والعقاب على ذلك شديد. في الساعة الواحدة توصل إلى مركز القيادة الوطني حوالي 250 مكالمة. السلام عليكم. عليكم السلام. يتم توزيع المهمات على دوريات الفزع الأقرب لموقع البلاغ. الرقيب عبد الله والنائب صالح يوصلون إلى الموقع في غضون دقائق قليلة. هلا تحت الشحن. خلي قاعد. السائق رفع شاحنته اللي تزن 6 أطنان بواسطة الرافعة الهيدروليكية الجيك لإبعادها عن الرجل، لكن يبقى خطر النزيف الداخلي. رجال الفزع يحاولون إبقاء المصاب هادئاً، فخطر النزيف الداخلي قد لا يظهر للعيان. خلاص ادخلك الحين على الشكل، تجي أمبولانس. سيارة الإسعاف توصل في غضون 4 دقائق من استلام البلاغ. الدقائق القليلة تلعب دور مصيري في حياة المصابين. لا اسحب اسحب المحاولة. سحب ناصر. رجال الفزع مدربين على القيام بالإسعافات الأولية عند الحاجة، والرقيب عبد الله الآن يساعد المسعفين في إنقاذ المصاب. الفضل لله، الرجل حالته مستقرة لأنه كان مرتدي الخوذة أثناء الحادث، إنه شرط من اشتراطات السلامة المرورية عند ركوب الدراجة. عشرات المكالمات في الساعة الواحدة توصل إلى مركز القيادة الوطني وتختلف في أهميتها. السلام عليكم. عليكم السلام. لكن رجال الفزعة ما يقللون من شأن أي بلاغ يوصل لهم. خير الله يعافيك. الحين صار حادث بني هاجر. في أحد صاب. الخطر يمكن أن يختبئ خلف أبسط الحالات. دورية العريف زابن والنائب محمد تتجه مباشرة إلى البلاغ. ورد بلاغ طفل محشور في غرفة أو حمام في منزله قريب من المكان، إن شاء الله نتأكد منه. عزيز عزيز واحد يشوفه من الدريش. بكاء طفل يدل على حالة الخوف والارتباك. 6110 والأهل يبغون يطلعون الطفل بأي ثمن. بخصوص الطفل محشور في الحمام، العلم حالته جيدة متجاوب معنا. حالياً تأكد من الدفاع المدني، إذا قريب على بلاغ صاحب المنزل ما في مانع بكسر الباب. عبد العزيز
إذا تقدر تكسر باب عندك إغلاق عجب ممانعة. أول شيء يتم التأكد من أن الطفل بعيد عن الباب، بعدها ما في مانع من استخدام شيء من القوة للدخول. الطفل سالم مع أنه لا يزال يبكي من أثر الصدمة. حاليا تم كسر الباب لعلم المسؤول، ايضا الاسعاف موجود في المكان، نعطيك بلاغ عن حالك. مبرجل عليك ما شاء الله قال ما شاء الله قال. حاولنا نتاكد من الطفل اذا كان بحاله جيده ولا، الحمد لله تجاوب معنا الطفل هذا وتم كسر الباب من قبلنا واخراج الطفل، الحمد لله ما في اي شيء فيه. ويمكن ولما يكبر يوم من الايام راح يتذكر هالحادثة وتذكر هل الفزعة مع ابتسامة. هل الفزعة أكثر من مجرد رجال لحفظ الأمن؟ المحامي صح؟ الحقيقة أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع. لحم؟ ما عزمتونا. يمدون يد العون دون تردد. كان معاي البطارية ما تشتغل، أيوة. وساعدونا شرطة الفزعة جزاهم الله خير. الشعور بالمسؤولية يرافقهم وين ما راحوا. تروح البيت؟ ثلاث ساعات. لأنك تضحك علي. مو بنت. شنو؟ شغال. يفزعون لك. وعند الانتهاء من تقديم المساعدة لحل مشاكل صغيرة، تظهر فجأة مشاكل أكبر. راديتر. والآن يجب التصرف بشكل سريع. كانت بلغ دفاع مدني تحرك لنا مقابل إشارات السد. باستخدام الطفاية تم إخماد حريق المحرك. أنا عبالي راديتر، ريحة راديتر مساعة. لا لا زي يعني لو دورتها كان ما شاء الله شفت. الحمد لله لك الحمد. الشباب حلفهم الحظ هالمرة وتم إخماد حريق المحرك في الوقت المناسب. يجب أن تكون سيارتك مجهزة بطفاية الحريق. بالنسبة لمشعل ومحمد كان اليوم مليء بالأحداث. بعد الله كمان عيش. حياك الله. يلا. يمكن اعتبار عدد الجرائم الخطيرة في دولة قطر عدد هامشي وصغير جداً بفضل الله سبحانه نسبة إلى تعداد السكان اللي يوصل إلى حوالي المليونين، وأكثر بلاغات تكون حالات طارئة وحوادث متنوعة. السلام عليكم. طيب والله سيارة في السليم والله نار سيارة عالي كبيرة قطعت سوري. جانا بلغ عن طريق العمليات الحين متحركين بلغ حريق في شاحنة. اتضح للرقيب خليفة والنائب محمد أن حريق شاحنة، وهناك احتمال أن ينفجر خزان الوقود. لهالسبب أول شيء يقومون فيه رجال الفزعة إبعاد عشرات المتجمهرين عن هذا الخطر اللي يهددهم. بعد إبعاد المتجمهرين من قبل رجال الفزعة، يقدرون رجال الدفاع المدني أنهم يؤدون واجبهم وإخماد الحريق في وقت قصير.
الحمد لله ما في إصابات. آسف جو. الناس يعودون إلى بيوتهم. الليل ما زال طويل بالنسبة لهال الفزعة ولفرق الطوارئ. ينتقل هل الفزع في قلب المدينة إلى الضواحي وبعيداً عن الأضواء. بحثاً عما يمكن أن يثير الشكوك. فعلاً تم رصد حركة في موقف الشاحنات. وكما يبدو أن الرجلين يقومان بتصليح ضروري أو طارئ لإحدى الشاحنات. لكن الوكيل سعيد يشم ريحة قوية. الشاحنة مش محملة بالأحجار كما بدأ من النظرة الأولى. وش العب؟ ديزل. أي والله. عطني كشاح، عطني اللي اسمه الجوال البرتغالي. إنها شاحنة تهريب وقود الديزل. سعيد أنت متأكد إنه تانكي ديزل؟ ديزل كامل. أنا شم. مغطي بتراب. أنا شم الريحة. لا هو مغطي بال. عطني. تهريب مادة الديزل مخالفة قانونية. شغل مرتب. تانك عود مو بصغير. هذا البيب هو بيب التفريغ. إذا كان يبي يعبي ديزل لأي شركة أو لأي تريلا أو بيوديه لأي مكان أو مكاين أو معدات أو هذا طريقة التفريغ. يعبي من هنا ويطلع بالبيب هذا اللي داخل. داخل وين؟ الرافعة ذي. من عند الأسود. هذا هو يوصل البيب. قديم بعد من زمان هو شغال. طبعاً التريلا بيستلمها للتحقيق والبحث الجنائي. السائق اللي يستعملها بيجي إذا كان مستاجر أو بيكون عند كفيلة. بيتم اتخاذ الإجراء معه. طبعاً هذا الشيء خالف القانون. طريقة تفريغ الحمولة داخل التريلا أو داخل الصندوق حتى ما يبقى واضح لا للشرطة ولا لأي جهة أمنية. ممكن تلاحظ أن التريلا هذه أن فيها ديزل. السلام عليكم. السلام. هذا زاد طريق الخور. شنو المشكلة؟ هذا دام سيارة خلاص اثنين واحد في بس ما مشكل. النائب محمد والنائب مشعل استلموا بلاغ ويتوجهون مسرعين إلى مكان الحادث. سايق السيارة ما قدر يسيطر عليها، خرجت عن مسارها وانقلبت. السيارة كان فيها زوجته وبنته الصغيرة. You think my baby will be okay? I need ambulance, please, for my baby. He is inside. He will come now. Shukran. Thank you very much. I'm so scared for the baby, you know. Like... It's okay. It's okay. That's the ambulance. Let me call my baby, please. اللحظات هذه تعتبر لحظات صعبة وعصيبة بالنسبة للجميع، خاصة
بالنسبة للأب. إسعاف تأكد من الوالدة. الصغيرة في حالة صدمة، لكنها خرجت سالمة بفضل الله، وراح ياخذونها العائلة إلى المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات. ولكن من رعب القلب تقريبا قام يبكي، وهو بعد خاف عليه أكثر. مو قلت له نحرك السيارة ولا؟ السيارة؟ هاي، قلت له نحرك، خلاص. فرحة النايب محمد لسلامة الطفلة ما تقل عن فرحة أهلها، فهو أيضا أب لثلاثة أطفال. بعد العمل الشاق جاء وقت الإجازة، النايب محمد يستغل الإجازة علشان يقضيها مع أولاده. بعد العمل أكون ملم مع عيالي بالدراسة، أما وقت الإجازة إذا صادفني ويكند معاهم أو الإجازة أطلعهم أفسحهم من حدائق عامة مطعم. عملي صعب، الله أعلم إذا كان ظهوري للعمل كان آخر يوم إني أشوفهم فيه كان صباح أو كان مساء، الله أعلم، ولكن نحمد الله على وجودنا. سلام. هلا. محمد يستفيد من هالفرصة أيضا علشان يلتقي بخليفة اللي هو زميلة في العمل وصديقة في نفس الوقت. طبعا براءة الشغل أنا محمد مش أصدقاء، مش ربع دوام، لا أخوان وأكثر عن أخوان، والله العظيم أن أفتخر أن يكون عندي أخوان. الله يسعدك. مش بسيط أن الواحد حصل إنسان مثل هو متحملني في الدورية 8 ساعات. أتحمل أنا بداخل الدورية وبرع الدورية. كل أب يشعر بالمسؤولية، لكن رجال الفزعة تكون مسؤوليتهم مضاعفة، فهم على مقربة من الأخطار في كل يوم. الشخص يفكر بعياله أول شيء، تسوق مركبة بسرعة المحدودة في الطريق بقدر الإمكان، تبعد عن السيارات اللي تسرع في المكان، تأخذ المسار الأيمن أو الأوسط، وطبعاً السيفتي مهم في السيارة، هو الحزام الأمان، تأمل لهم من كل شيء. خوفنا على الأولاد في خوف أكيد، وطبعاً يخاف على عياله، يعني يحاول أو يطمح أن يكون عياله هم الأفضل دائماً، ولكن أنا عني شخصياً مقتنع بما أن الله حطهم في الدنيا كل حامي. في الحلقة القادمة مفاجأة في انتظار تجار الأغذية الفاسدة، شوف الفساد والخضرة الراس كده، حريق ينتشر، وسلامة الأشخاص عند هل الفزعة هي الأهم. تفضل، هذا في خطر عليكم. امرأة في وسط الطريق في حاجة إلى إسعاف مروري بعد حادث دهس. فزعتها